أبرز ما سجله هذا النهار من أحداث نستعرضها في حصاد الليلة. أنا سعيد شبيب ويشاركني عمر محرف ونوار عاصم. والعناوين: القوات الأمنية وعناصر الحشد تواصل قصفها المدفعي والجوي على مدن تكريت والدور والبوعجيل وحرق عدد من الحقول النفطية. الإدارة الأمريكية باتت تعتمد بشكل متزايد على المقاتلين الإيرانيين، وداود أوغلو يعلن أن تركيا لن تشارك بشكل مباشر في أي هجوم عسكري. محافظة جديدة تسقط من يد دولة القانون جنوب العراق. مجلس محافظة ذقار يختار عضو كتلة الأحرار حميد الغزي رئيسا لمجلس المحافظة خلفا لحميد المشرفاوي. نتصالح مع أولئك الذين أخطأوا، اجتهدوا واشتبهوا ثم تراجعوا. أما أولئك الذين يصرون على الخطأ والخطيئة ويستمرون على نفس النهج، لا يمكن أن تكون هناك لا مصالحة معهم. لعبادي حول المصالحة وإطلاق بعض المعتقلات في العراق. مساء الخير، نبدأ هذا الحصاد أمنيا، حيث كثفت قوات أمنية وعناصر الحشد قصفها المدفعي والجوي على مدن تكريت والدور والبوعجيل في صلاح الدين في إطار العملية العسكرية التي بدأت قبل 4 أيام لاستعادتها من أيدي التنظيم. ونقل مراسلون عن مصادر عسكرية أن المدفعية والراجمات ومروحيات طيران الجيش وصلت قصف المدن الثلاث من دون بيان الخسائر أو أي تفاصيل أخرى عن سير الاشتباكات. في هذه الأثناء أعلنت مصادر عسكرية اغتيال قائد بارز في منظمة بدر في معارك تكريت من دون ذكر اسمه، إلى جانب اغتيال قائد آخر في عصائب الحق هو مهدي خويدم ومعاونه بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما. وأيضا أمنيا، سقط 4 من قوات الأمن العراقية إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت تجمعا للقوات المشتركة على طريق العلم الناعمة شرقي تكريت. إلى ذلك قالت مصادر أمنية إن 3 انتحاريين حاولوا الوصول إلى تجمع للجيش في منطقة تل قصيبة شرق البوعجيل، تمكن أحدهم من تفجير نفسه ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، فيما قتل الطيران العراقي الانتحاريين الآخرين قبل وصولهما. إلى ذلك ذكرت وكالة رويترز أن عناصر تنظيم داعش أشعلوا النار في آبار نفطية بحقل عجيل الواقع شرق مدينة تكريت في محاولة لتعطيل هجمات جوية تهدف إلى إخراجهم من الحقل النفطي. وقالت رويترز إن دخانا أسود شوهد يتصاعد من الحقل النفطي الواقع على بعد 35 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من تكريت. وقبل سيطرة التنظيم على الحقل النفطي في حزيران يونيو كان ينتج 25,000 برميل من الخام يوميا، وكان إنتاجه يشحن إلى مصفات كركوك إلى جانب 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا كانت تضخ إلى محطة كهرباء كركوك التي تسيطر عليها الحكومة. من جانب آخر، نقلت رويترز عن مسؤول في شرطة صلاح الدين قوله إن قافلة تابعة للتنظيم مكونة من 8 عربات هجمت القوات العراقية فجر اليوم في منطقة المعيبدي، فيما قال المصدر أيضا إن الجيش رد بإطلاق النار فقتل 4 مسلحين وأحرق 2 من سياراتهم. حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية التي تجري حاليا في محافظة صلاح الدين شمال العراق لاستعادة مدينة تكريت ومحيطها أدت إلى نزوح 28,000 شخص إلى مدينة سامراء. وقالت المنظمة في بيان أن التقارير الميدانية تشير إلى تسجيل نزوح إضافي، كما أن العديد من العائلات لا تزال عالقة عند نقاط التفتيش من دون تحديد أي منها. يشار إلى أن أكثر من 30,000 مقاتل من قوات الجيش والحشد وفصائل مسلحة أخرى تشن ولليوم الرابع على التوالي هجوما واسعا من 3 محاور لاستعادة السيطرة على تكريت ومحيطها.
اتهم وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إيران بالاستيلاء على العراق والسيطرة عليه، وقال إن خير مثال على ذلك هي معركة تكريت. الفيصل قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري من الرياض إن الطائفية لم تكن موجودة في العراق إلا بعد أن دخلت إيران وسيطرت على مجرى الأمور في هذا البلد وأصبحت مسألة السلم والحرب بيدها. يعني فيما يتعلق بالوضع في تكريت هذا هو مثال جيد على ما نحن قلقون بشأنه. إيران تأخذ جميع البلاد وتسيطر عليها، وعملية السلم والحرب لم يعد الآن، أصبحت الآن في يد إيران، وهذا هو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار في العراق، وهذا هو ما يعزز الطائفية والفرقة في العراق. هذه الطائفية لم تكن قائمة من قبل إلا عندما بدأت إيران بالتدخل في إيران. بدورها أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن لدى واشنطن معلومات تؤكد بأن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني يلعب دورا مهما في معركة تكريت. وقال كيري أن رئيس الوزراء حيدر عبادي أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه أشرك مقاتلين من أبناء العشائر السنية في معركة تكريت، وقدم ضمانات بحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية. يعني كتيبة قوى أمنية من الميليشيات والقبائل، وهي جارية من أجل تحرير محافظة صلاح الدين من داعش وسيطرتها، وتترأسها القوات العراقية، وهي مصممة من الطرف العراقي. هل الجنرال سليمان على الأرض؟ هل لعب دورا؟ نعم، لدينا معلومات تشير إلى ذلك، ولكننا أكد لنا من خلال هذه العملية، تأكد العبادي من الحصول على مساندة القبائل السنية وكذلك القبائل الأخرى، وكذلك متحدث باسم البرلمان سالم الجبوري. هنالك تنسيق وثيق بين القوات والمحليين، والجميع يعرف أن هناك بعض التحركات للقوات الإيرانية في الجزء الشمالي من العراق والتي شاركت في القتال منذ البداية، ولكن هذا ليس أمر منسق، نحن لا ننسق معهم. رئيس الوزراء العبادي كذلك قدم ضمانات بحماية حياة المدنيين، ونحن شجعنا القوات العراقية على تجنب انتهاك حقوق المدنيين خلاف القوانين الدولية وعدم تعزيز المخاوف الطائفية، وهذا يشمل إيران فيما يتعلق بنشاطاتها أيضا. لذا أعتقد أنه من الواضح أنه مع قيام الجيش العراقي فإن الميليشيات والأطراف الخارجية سيكون لها دور أقل، ولكن هذا ليس هو الوضع الآن. وأنا أؤكد أن هذه ليست عملية من تصميم أمريكي، هي من تصميم العراقيين ومن تنفيذهم أيضا، وهذا أفضل شيء بإمكان أي أحد منا أن نسأل أن نطلبه. لذا نتأمل أن تكون هنالك أفضل النتائج وأن نمضي إلى الأمام. هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية باتت تعتمد بشكل متزايد على المقاتلين الإيرانيين لاحتواء تنظيم داعش في العراق. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مخططي الحرب الأمريكيين يراقبون عن كثب الحرب التي تخوضها إيران بشكل متوازي ضد تنظيم داعش في العراق، وذلك من خلال مجموعة من القنوات بما فيها المكالمات على ترددات الراديو. وتقول نيويورك تايمز إن الطرفين الأمريكي والإيراني يعرفان بأن أحدهما يراقب الآخر، وأن الجانبين يسعيان بشكل متكرر لتجنب الصراع في أنشطتهما باستخدام مراكز القيادة العراقية كوسيط.
ونقل التقرير عن المستشار السابق للرئيس أوباما فالي آر عميد كلية الدراسات المتقدمة في جامعة جون هوبكنز قوله إن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها إدارة أوباما إمساك العصا من خلال استراتيجيتها هو عن طريق افتراض ضمني أن الإيرانيين سيتحملون معظم الثقل وكسب المعارك على الأرض. أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده لن تشارك العراق بشكل مباشر في أي هجوم عسكري لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ونقل صحيفة حريات عن داود أوغلو قوله إن تركيا تريد أن تنحصر المخاطر على حدودها مع سوريا والعراق، وأنها ستدعم الهجوم على مدينة الموصل لكنها لن تشارك مباشرة في العملية العسكرية. وحذر داود أوغلو من أن تركيا سترد إذا تعرضت لأي تهديد على أرضها، وقال إذا كان هناك أي تهديد مباشر على تركيا فإن لدى قواته القدرة والقوة على الرد الفوري. وكان وزير الدفاع التركي عصمت يلمز أكد خلال زيارة إلى بغداد الأربعاء دعم بلاده للعراق في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش وفي تدريب قواته وتجهيزها. وقال مصدر عسكري في أنقرة أن هذه المساعدات لا تشمل الأسلحة. هذا وأجرى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تم خلاله مناقشة الحرب ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش بما في ذلك العمليات التي تقودها القوات العراقية في مدينة تكريت. من جانب آخر بحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في اتصال هاتفي مع العبادي أوضاع العراق الأمنية والسياسية وسبل حماية حقوق الإنسان والمساهمة في مواجهة الإرهاب. وذكر بيان للحكومة أن العبادي أبلغ بان كيمون عدم حصول أي تجاوزات على المواطنين أثناء عمليات صلاح الدين، وأنه أصدر أوامره باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على ممتلكات المواطنين. لا وجود لا خبر ولا اسم ولا مخابر ولا تلفون، ولا ما التلفون يدق على يدق اقول ها بقدر ما يخابروني وماكو وما خليت وما رحت لا حق الانسان لا المطار الثني لا المطار بغداد ولا ما خليت كم يقول امشي لا امشي باندر ماكو وين اروح بعد وين اروح وين ترجعني. أهلا بكم من جديد. أما في المواقف الداخلية فقد أكد وزير النقل العراقي باقر الزبيدي وجود دور لإيران في الحرب ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش، وقال في لقاء يبث لاحقا على الشرقية نيوز إن مسؤولين أكراد قالوا إنه لولا التدخل الإيراني لكانت أربيل قد سقطت بيد التنظيم. وأضاف أن التخوف الأمريكي من التدخل الإيراني ليس له مبرر ما دامت سيادة العراق لم تمس، ومن الممكن أن يستعين بالأصدقاء لمواجهة أعدائه. أنا سألت أحد المسؤولين يعني اللي كانوا أيام قوات التحالف عندما كنت وزير الداخلية جنرال، وهو استمع وأنا استمعت من قادة أكراد أن لولا القوات الإيرانية لسقطت أربيل، وقالها أحد القادة الأكراد كما تعرفين يعني دون ذكر الاسم. إذن إحنا بحاجة إلى قوات التحالف الدولي، بحاجة إلى دعم عربي، وأمس في اجتماعي مع جلالة الملك عبد الله الثاني مشكورا أبدأ استعداد كامل حتى إعطاء طائرات F-16 للمشاركة في العمليات. وإذا قال ما تريدون العلم الأردني ادهنوا وخلوا العلم العراقي وتعالوا ندربكم وندرب قوات خاصة كما كنت أنا أسوي سابقا، كنت أدرب في الأردن يعني في الجبتك وزرت الجبتك. فبالنتيجة اليوم أكو دول عربية داعمة، الإمارات قدمت دعم كبير التسليح، الكويت قدمت دعم كذلك في التسليح، اليوم تنضم مصر، مصر الكبرى مصر العزيزة بقيادة الرئيس السيسي إلى هذا التحالف، وقامت بعمل كبير في ليبيا ومستعدة لأن تقوم بالدعم، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في التعاون مع مصر في مواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب سيستهدف الجميع. لا أريد أن أعلق عن التخوف الأمريكي، يعني قد هم متخوفين لكن إحنا ما عندنا تخوف، العراق له سيادته ويجب أن تحترم سيادته، لكن عندما يستعين بالأصدقاء وبالجيران في مواجهة عدو مشترك مسألة نراها طبيعية. وشدد وزير النقل العراقي خلال حديثه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن هناك أفرادا من القوات الأمنية والحشد أساءت التصرف.
هناك أفراد يسيئون سواء كانوا بالحشد الشعبي أو كانوا بالجيش أو كانوا بالداخلية أو كانوا بالعشائر أو أي كان. لذلك اليوم يجب أن يكون السلاح تحت سيطرة الدولة، والدولة يجب أن تكون هي صاحبة القرار، والدولة التي هي التي تتوجه لدعم الحشد الشعبي وبنفس الوقت مراقبة المسيئين سواء كانوا في الحشد الشعبي أو في العشائر أو أي مكان. واليوم الحشد الشعبي صار أزيدي، هناك لدينا فوج مسيحي، لدينا أفواج، لدينا أكراد، لدينا الشيعة والسنة، الكل هم جزء منهم حشد شعبي وقسم منهم قوات أمنية. هذه الوحدة العراقية، شدة الوحدة العراقية هي التي ستخرج داعش من العراق. وفي نفس اللقاء وعن موضوع رئاسة التحالف الوطني، قال وزير النقل العراقي إن الأكفى والأقدر على رئاسة التحالف هو عمار الحكيم، لأنه شخص معتدل قادر على قيادة التحالف نحو إيجاد مصالحة وطنية حقيقية. ليس من المهم من يكون، بس من وجهة نظري أنا الأكفى والأقدر واللي يمتلك تاريخ مع المرجعية، يعني مرجعية الإمام الحكيم وامتداد لعزيز العراق اللي كان زعيم التحالف، أن يكون سماحة السيد عمار الحكيم هو رئيس التحالف الوطني. وإحنا بحاجة حقيقية لشخص معتدل وسطي قادر على أن يقود التحالف نحو إيجاد مصالحة وطنية حقيقية، هو سماحة السيد الحكيم. أكد النائب عن كتلة الأحرار ضياء الأسدي وجود مجاميع مسلحة تستغل غطاء الحشد الشعبي وتمارس القتل والنهب في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش. وطلب الأسدي عبر شرقية نيوز الحكومة والقيادات السياسية والدينية بتنظيف قوات الحشد وجهاز الأمن من هذه المجاميع، وصفا إياها بأنها داعش آخر داخل العراق يهدد العملية السياسية ويقوض السلم الأهلي. بأن هناك مجاميع دخلت ضمن مجاميع الحشد الشعبي، طبعا مجاميع الحشد الشعبي البطلة التي تأتمر بأوامر المرجعية والتي تنسق عملياتها مع قوات الجيش ومع قوات الشرطة وتحترم المواطنين أينما وجدوا وتحافظ على حرماتهم وعلى مقدساتهم، هذه كلها خارج تعريف الميليشيات. الميليشيات التي يقصدها سماحة السيد والتي سماها بالوقحة هي مجموعة العصابات التي لا تنتمي إلى أي جهة ولا تغطيها أي يعني لا تغطى بأي غطاء لا شرعي ولا قانوني، والتي تتواجد على الأرض لعمليات سرقة، ربما قتل، ربما استفزاز للمدنيين الموجودين. هؤلاء هم الذي سماهم سماحة السيد الميليشيات الوقحة، وللأسف الشديد موجودون، وتحدث عنهم حتى السيد رئيس مجلس الوزراء، وتحدثت عنهم المرجعية، وتحدثت عنهم الكثير من يعني من المكونات السياسية ومن القادة السياسيين ومن الأهالي في تلك المناطق. هؤلاء يجب أن لا يسمح لهم بأن يستخدموا اسم الحشد الشعبي، هذا الاسم الجليل الذي أثبت أنه لخدمة العراقيين وللدفاع عنهم، من أجل أن يغطوا جرائمهم. أراد سماحة السيد أن يؤشر بشكل واضح على أن هناك من اندس في صفوف الحشد الشعبي ومن ينتهك الحرمات، ولا بد من أن ينحى مثل أو تنحى مثل هذه العصابات وتبعد الدولة بمؤسساتها الرسمية. وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تتحمل العبء الأكبر في تنقية وتنظيف الحشد الشعبي والقوات المقاتلة في محافظاتنا العراقية من هؤلاء، ثم القيادات السياسية أيضا عليها أن تتبرأ من الأعمال الإجرامية التي تمارس باسم قوات الحشد الشعبي. طلب النائب عن صلاح الدين عبد القهار السمرائي بإعادة المهاجرين إلى مناطقهم، وقال إن الصراعات الطائفية التي شابت عملية تحرير بعض المناطق أدت إلى منع عودة النازحين الذين يعانون أوضاعا صعبة في ظل التقصير الواضح من أجهزة الدولة. نعتقد أن هناك حسابات سياسية مع الأسف برزت اليوم على الساحة العراقية، وبخاصة عند انطلاق عملية تحرير محافظة صلاح الدين، والهدف منها بالتأكيد ليس لمصلحة أبناء المحافظة ولا لمصلحة العراقيين، بل الهدف هو الصراع السياسي الموجود الدائر في المنطقة. ما نتأمله أن يكون الدعم الدولي واضحا بشكل يساعد أبناء المحافظة في مسك أراضيهم وفي مسك مناطقهم وإبعاد الصراعات السياسية وإبعاد الصراعات الطائفية أيضا عن المنطقة. شهدنا بالفترة الماضية صراعات طائفية في إديالة وصراعات موجودة في صلاح الدين،
شابت عمليات التحرير الأراضي، هنالك آلاف القرى هجرت ومنع أهلها من العودة لمدة أشهر متعددة. نعتقد إذكاء الصراع المذهبي في هذه الفترة سوف يعرقل عملية إعادة النازحين، ونتأمل من الدولة كما طلبنا من السيد العبادي أن يهيئ الفرق اللازمة لإعادة النازحين من خلال تحرير المناطق من قبل جهات مشتركة تدعمها الدولة ويدعمها أبناء نفس المحافظة. واليوم هنالك جزء كبير من القوات التي تتحرك على أرض محافظة صلاح الدين هم من أبناء المحافظة، وهذا شيء محمود مع وجود بعض الخروقات. الشرقية نيوز، أول من يعلم وآخر من يسكت. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. شو سوينا احنا؟ قضينا حياتنا كلها ظلم وظلم، مكافحات كافي. منح الأصوات على أساس طائفي حزبي سيديم الصراع السياسي في البلاد، ومحاولات بتفعيلها مع انطلاق ماراثون الانتخابات. أين المسؤولين؟ أين اللي انتخبناهم؟ أين الشواذر اللي مديناها لهم وجبنا العالم؟ من الروتين المستشري في معظم دوائر الدولة. أكبر مستشفى هو مدينة الطب، ما بما شلون يصير هذا؟ يعني هاي شلون ما جابوا هالحكي هذا؟ حتى باتت مياه الشرب تصل إلى المواطنين على ما هي عليه. يجي تانكر واحد يترس لك الوسط إلا ماكو. يعني هسه من الصبح لي هسه على قد بطانية. نداءات استغاثة يطلقها نصف مليون نازح قضوا هنا. وين نروح وين نطجوا هنا؟ بيوتنا راحت وسياراتنا راحت. ولصيامهم طعمه الخاص وأجواءه التي تختلف عنها في المدينة. لما تتعرض له العائلات من مآس جمة مما يتطلب حلولا سريعة. احنا نساء من يجيب تقبل غيرتكم؟ تصاعد عمليات الخطف والابتزاز دفعت بكفاءات وعائلات ميسورة للرحيل عن بغداد. ومعاناة ساكنيها بحسب مراقبين. اجينا لقينا مجمع بلا كهرباء، لقينا مجمع بلا كل السلبيات موجودة به. أصوات رصاص قد تخرق الصمت، لكنه بالتأكيد وضع جديد على المدينة وضواحيها. في هذا المكان يجد المثقفون نافذة يعبرون من خلالها عن ما في داخلهم من هموم وقضايا تخدم المجتمع. إذا ما استمر مسلسل استهداف دور العبادة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صبت الزيت على اللصوص المختبئين في هذه الجرار. دون اندثار التقاليد والطقوس الخاصة بهذه المناسبة. يا من بعت النفوس وجات شرايا. من بيوتنا طلعونا وطرق هدومنا. نائمة حالمة بانتظار مصيرها المجهول. الشرقية نيوز، المراسلون عيون. وقبل متابعة هذا الحصاد تذكير بعناوينه. القوات الأمنية وعناصر الحشد تواصل قصفها المدفعي والجوي على مدن تكريت الدور والبوعجيل وحرق عدد من الحقول النفطية. الإدارة الأمريكية باتت تعتمد بشكل متزايد على المقاتلين الإيرانيين، وداود أوغلو يعلن أن تركيا لن تشارك بشكل مباشر في أي هجوم عسكري. محافظة جديدة تسقط من يد دولة القانون جنوب العراق. مجلس محافظة ذقار يختار عضو كتلة الأحرار حميد الغزي رئيسا لمجلس المحافظة خلفا لحميد المشرفاوي. نتصالح مع أولئك الذين أخطأوا واجتهدوا واشتبهوا ثم تراجعوا، أما أولئك الذين يصرون على الخطأ والخطيئة ويستمرون على نفس النهج لا يمكن أن تكون هناك لا مصالحة معهم.
والعبادي حول المصالحة وإطلاق بعض المعتقلات في العراق. وجه ذو معتقلين انتقادات لوزارة حقوق الإنسان العراقية والمعايير التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان العراقي، وطلبوها بالكشف عن مصير المئات من أبنائهم المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية ولا يعرف مصيرهم حتى اليوم. وروت عائلة بغدادية شهادات عن اعتقالات لأكثر من 50 شابا جرت على يد قوات عسكرية مجهولة المرجع في ساعات حظر التجوال منذ حزيران يونيو الماضي ولم يتم العثور عليها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. لا أسامي موجودة بالحاسبة، ولا ما خلنا ما مشينا، ولا مخابرة، ولا ندري بهم وين ما وين، شو مسوي نحن؟ يتعقد ملف المفقودين في العراق سنة بعد أخرى مع استمرار الصراع المسلح على أراضيه، والمطالبات تتوالى صوب وزارة حقوق الإنسان العراقية بضرورة الإسراع في حسم صفة الآلاف ممن تتهم سلطات الحكومة الأمنية باحتجازهم سرا أو تصفيتهم بعد أن حسمت الوزارة صفة من غيبتهم داعش في مقابرها أو سجونها بأنهم مفقودون، وأن عددهم منذ 2004 تجاوز 15,000. الفقدان منذ حزيران العام الماضي عاد إلى الواجهة من جديد، إذ تقول وزارة حقوق الإنسان في تصريح للشرقية نيوز أنها سجلت نحو 2850 مفقودا عسكريا ومدنيا في حدود المناطق التي سيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، لكنها لم تحسم البلاغات التي سجلها عراقيون عن مفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية أو الميليشيات المساهمة في القتال الدائر منذ 9 أشهر. حد الآن لا مفقودين، لا خبر ولا اسم ولا مخابر ولا تلفون، ولا ما التلفون يدق على يدق أقول ها بقيت هم يخابروني، وماكو وما خليت وما رحت لا حقوق الإنسان لا المطار المثنى لا المطار بغداد ولا ما خليت، كم يقول امشي جاي امشي باندل ماكو، وين أروح بعد وين أروح، وين طوشاني. هذه الأم وأخريات التقيناها في حي جنوب العاصمة بغداد تطوقه القوات الأمنية بجدار إسمنتي وتحدد دخول ساكنيه وخروجهم بنقاط تفتيش للشرطة الاتحادية، لكن ما يقرب من 40 عائلة فيه فقدوا أثر 55 من أبنائهم بعد أن اعتقلتهم قوة أمنية في ليلة واحدة أثناء حظر التجوال الرسمي آنذاك. قصة من بين مئات تشبهها وصلت لوزارة حقوق الإنسان العراقية ولم تحسم من مصيرها سوى القليل جدا بحسب برلمانيين. جهة عسكرية لابسة زيتوني وبيريات حمر والسيارة سلفادور بيضة، قال لي يا بي شنو اللي مسوي أنا؟ قال لك وش ما مسوي انزل لي أنا. فسحبوه واخذوه طلعوه، يا بي ليش أخذتوه؟ كان يقول استفسار ونجيب لكم. ما راجعت كل الأماكن ما لقيت. طالب بالعبادي، أريد ولدي، أريد ولدي طالب سليم الجبوري، أريد ولدي التثنيناتهم الثالث خز عالجان خطارة ما خذاوياهم. أناشد الحكومة إيدي قصيرة أرملة والناس تدق الباب تطيني كيل الطماط وكيل البتيتة. والله ما يثير حفيظة المراقبين لحقوق الإنسان في العراق أيضا أن وزارة حقوق الإنسان لا تفصح عن عدد البلاغات التي تتهم الجهات الأمنية بتضييع أثر أبنائها، وعندما سألت الشرقية نيوز الناطقة باسم الوزارة هاتفيا قال لا أعلم إن كانت للوزارة إحصائية عن عدد البلاغات هذه أو لا. من بغداد عمر الجمال، الشرقية نيوز. وفي حصادنا أيضا، القوات الأمنية وعناصر الحشد تواصل قصفها المدفعي والجوي على مدن التكريت والدور والبوعجيل وحرق عدد من الحقول النفطية. وينضم إلينا الآن السيد أحمد ناظم عضو مجلس محافظة صلاح الدين للحديث عن مجمل الأوضاع الأمنية في صلاح الدين وحتى السياسية. سيد أحمد أهلا بك، مدى اطلاعكم ورضاكم على مجرى سير العمليات العسكرية في صلاح الدين لليوم الرابع ومن 3 محاور هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء دعني أقدم تحية لقناة الشرقية ولحضرتك ولشعبنا العراقي البطل ولجيشنا الباسل ولوزارة الداخلية العراقية ومنتسبيها وللحشد الشعبي
الذين يخوضون اليوم معركة عالمية ضد الإرهاب بالنيابة عن البشرية وعن الإنسانية. حقيقة نحن كحكومة محلية ما يجري الآن في محافظة صلاح الدين هو تقدم وهجوم للقطاعات العسكرية من أبناء الجيش العراقي وأبناء وزارة الداخلية والحشد الشعبي بكل فصائلها. هذا الهجوم هو يعني كل العمليات هي محصورة الآن بالمنطقة التي هي الشرقية من تكريت والمحصورة بين قضاء سامراء وحدود محافظة صلاح الدين مع كركوك من جهة جبل حمرين وباتجاه ناحية العلم وقضاء تكريت. هذا الهجوم بدأ من ثلاثة محاور. العملية يعني اليوم نحن على اتصال دائم بالقيادات الأمنية وبالأخ محافظ صلاح الدين والأخ رئيس مجلس المحافظة الذين هم متواجدون في أرض المعركة. العملية بدأت وتسير كما مخطط لها. هناك ثلاث قوى مهاجمة من قواتنا البطلة. المحور الأول هو باتجاه المجمع السكني يعني الهدف هو تحرير قضاء الدور. هذه القوة وصلت على بعد كيلو ونص من قضاء الدور. التقدم هو بطيء والتقدم بسبب وجود عدد هائل من الألغام ويعمد مجرمي داعش هؤلاء الإرهابيين على يعني هجمات انتحارية بسيارات مفخخة بين الحين والآخر. لذلك التقدم هو تقدم بطيء وليس بسبب مقاومة أو غير ذلك. هم فروا وهذا يعني كيلو ونص بعد ويدخل الجيش إلى قضاء الدور. المحور الثاني هو المحور الذي يعني باتجاه ناحية العلم. اليوم هذا المحور هو بقيادة الحاج هادي العامري والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية. اليوم كانت هناك معركة يعني استهدفت مجرمي داعش استهدفوا القطاعات بسيارات مفخخة وهجمات انتحارية ولكن تم سحق هذا الهجوم الإجرامي وتقدمت قطاعاتنا وهي الآن عبرت منطقة المعبدي وبقي يعني هي الآن على مشارف ناحية العلم بحدود يعني كيلوين وتصل ناحية العلم. المحور الثالث هو المحور الذي انطلق من قضاء الطوز. هذه المحاور هذا المحور تقوده عمليات دجلة من قضاء الطوز باتجاه يعني تم تحرير ناحية حمرين وتم التقدم صوب قضاء العلم أيضا يعني منطقة تل قصيبة تم تحريرها والآن القوة أيضا 3 كيلومترات عن ناحية العلم. هناك شيء أود أن أخبرك به وحتى يطلع عليه المشاهدون أن قيادة عمليات صلاح الدين إلى الآن لم تشترك بالقتال وهناك عدد هائل قوة هائلة من الفرقة الذهبية والعمليات الخاصة والرد السريع وقيادة شرطة صلاح الدين والجيش العراقي والحشد الشعبي موجودين في جامعة تكريت وفي قاعدة سبايكر إلى الآن لم تشترك بالقتال. السبب أنه مدينة تكريت هي محاصرة من 270 درجة يعني هي هذه القوة الموجودة في سبايكر وفي جامعة تكريت وفي منطقة العوجة تحكم السيطرة على قضاء تكريت من ثلاث جهات. بقيت الجهة الأخرى وهي الجهة التي تتقدم لها الجهة الرابعة تتقدم لها القطاعات التي ذكرتها مسبقا. أعتقد يعني المعركة ستحسم إن شاء الله في أيام والتقدم هكذا سيكون يعني تقدم تدريجي لأن يعني القيادات العسكرية لا نريد أن نقدم خسائر. وإرهابي داعش فروا وتركوا القتال وتركوا يعني أصبحت للجيش العراقي وللحشد خبرة في مقاتلة هؤلاء. هم يهربون ويتركون نعم سيد أحمد قليل من القناصين ويملؤون الطرق بالعبوات الناسفة لغرض أن تعيق تقدم القوات بسرعة وبالتالي يتمكنون من الهرب. طيب سيد أحمد يعني هناك من يلمح على خطورة الموقف العسكري في صلاح الدين، هل الصورة واضحة تماما بالنسبة لكم وماذا عن دوركم أنتم كمجلس محافظة؟ نعم نحن كحكومة محلية المعروف أن يعني في نظام في قانون الدولة العراقية وفي دستور الدولة العراقية أن كافة القطاعات العسكرية يقودها القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء وأن مجالس المحافظات ليس لها سلطة على هذه القوات.
نحن نستطيع فقط يعني صلاحية مجلس المحافظة هو مديرية شرطة صلاح الدين وهذه أبناء شرطة صلاح الدين، وهناك 4000 متطوع من أبناء عشائر صلاح الدين أيضا هم يشاركون بالقتال بفعالية وأعطوا شهداء أبطال يعني من أبناء ناحية العلم البطلة في هذا اليوم واليوم الذي قبله، وقطعاتنا تشارك، إلا أن القرار هو القرار وال يعني اتخاذ أي قرار هو من صلاحية السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية والقائد الميدانيين عفوا. أما نحن كمجلس محافظة وجودنا لغرض أولا دعم وإسناد العمليات، ثانيا لغرض تأمين إخراج أبناء محافظتنا الذين هم محاصرون في هذه المناطق، يعني كانوا محتجزين عند داعش منعوهم من الخروج. واجبنا الرئيسي نحن كمجلس محافظة أن نؤمن خروج هؤلاء أبناء محافظتنا المواطنين الأبرياء الذين هم كانوا محتجزين لدى داعش، ودورنا هو تنسيقي بين القطعات العسكرية ويعني تقدمها، ونحن أبناء محافظة نحن أدرى، يقولون أهل مكة أدرى بشعابها ونحن أدرى بمحافظتنا، ووجودنا هو يعني وجود تنسيقي ننسق بين القطاعات ونؤمن إخراج أبناء محافظتنا، وهذا هو همنا الرئيسي. نحن نريد محافظتنا أن تتحرر وأن يعود أبناء محافظتنا كرماء ويجلسوا في دورهم معززين مكرمين، وبعدها نعيد عظيم. سيد أحمد سعود بك إلى يعني الشأن الأمني والعسكري الذي يحدث في صلاح الدين. الوحيد هو كيف نخرج أبناء محافظتنا من هذا في خضم هذه المعركة بأقل الخسائر. طيب سعود بك إلى الشأن الأمني وما يحدث في صلاح الدين ومشاركة أبناء العشائر والحشد، لكن هل وصلكم تحذير الأمم المتحدة بهذا العد الهائل من النازحين في صلاح الدين وبأن النازحين عالقين عند بعض نقاط التفتيش؟ ماذا بهذا الخصوص تحديدا؟ نعم، هذا يعني هذا التحذير هو تحذير متأخر. النازحين هم عالقون يعني ليس اليوم أو قبل يومين أو قبل أسبوع، منذ شهر 6 ومنذ شهر 7 أبناء المحافظة هم نازحين وهم عالقين في 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 على سيطرة كركوك، في سيطرة خالد، وعلى سيطرات بغداد، وتكلمنا وذهبنا وبذلنا كل ما نستطيع من جهد، إلا أننا كمجلس محافظة لم نعطى الصلاحيات الكاملة ولم تخصص لنا أموال ولا نستطيع أن نقدم لأبنائنا النازحين أي شيء. النازحين تولت الحكومة المركزية على عاتقها، أخذت على عاتقها معالجة موضوعهم، إلا أن يعني النازحون اليوم وأبناء محافظتنا يعيشون ظروفا صعبة منذ أن دخلت داعش، وليس اليوم، اليوم بقي عدد قليل من النازحين ويعني يتم إخراجهم بالتدريج في ناحية العلم وفي قضاء تكريت وفي القرى التابعة لهذين الوحدتين الإدارية. اما ابناء النواحي الاخرى من قضاء الدجيل يعني القرى المحيطه بقضاء الدجيل وناحيه يثرب جنوبا الى قضاء الشرقاط شمالا كلهم نزحوا، ونحن منذ اليوم الاول نعمل ما نستطيع، ولكن للاسف لم نعطى الصلاحيات الكامله لغرض معالجه موضوع النازحين. ومن منبر قناه الشرقيه نطالب دوله رئيس الوزراء ونطالب مجلس الوزراء ونطالب مجلس النواب بعقد جلسة واستضافة مجلس محافظة صلاح الدين لغرض إيصال صوت أخواننا وأهلنا في محافظة صلاح الدين، وهناك مناطق أيضا تم تحريرها إلى الآن لم يتم إعادة النازحين لها. وعندما نتكلم تكلمنا مع القطاعات الأمنية، يقولون إن هناك دور مفخخة وإن هناك طرق مفخخة، وهذه المناطق تم تحريرها قبل أكثر من 3 شهور. أنا أتساءل 3 شهور، أنا أعتقد إنه وقت كافي لغرض تنظيف هذه المنطقة من الألغام، إلا أن الحكومة للأسف يعني لم تلي هذا الموضوع أهمية كبرى. ونطالب من خلال قناة الشرقية دولة رئيس الوزراء أن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ويستضيف بها مجلس محافظة صلاح الدين لغرض وضع آلية لإعادة النازحين. نصف محافظة صلاح الدين الآن هو محرر من قضاء سامراء جنوبا، قضاء سامراء
وناحية الإسحاقي وناحية يثرب وناحية الضلوعية وناحية المعتصم، هذه المناطق تم تحريرها قبل 3 أشهر إلى الآن لم يعد أهلها. هذه المناطق إذا رجع أهلها بالإمكان استضافة النازحين من المناطق الأخرى، من المناطق الأخرى الذين لم يتم تحرير مدنهم إلى الآن في هذه المناطق، وبإمكاننا نحن كحكومة محلية أن نبني مخيمات. وأنا أجزم أننا لسنا بحاجة إلى مخيمات إذا ما رجع هؤلاء، كل عائلة ستستضيف عائلة، إلا أن للأسف إلى اليوم لم يتم إعادة النازحين إلى مناطقهم. طيب إذا أنتم تشككون أين هو التنسيق إذن؟ السبب إلى الآن طالما تشككون بعدم جدية العمل على عودة النازحين إلى ديارهم، تشككون بهذا، أين التنسيق إذن الذي تتحدث عنه في بداية هذا الحوار؟ فقط عسكري؟ إذن دوركم غير كاف، أنتم لا تلعبون بالدور الكافي تجاه أبناء صلاح الدين. نعم نعم، نعم. أنا ذكرت لك أن هناك أمام القطاعات العسكرية، أنا ما كنت أقصده في بداية حديثي، أن أمام القطاعات العسكرية في ناحية العلم وفي قضاء تكريت هناك مواطنين تم احتجازهم من قبل داعش. هذه معركة تستخدم فيها الدبابات وتستخدم فيها الصواريخ وتستخدم بها الطائرات. ما يهمنا أن نحافظ على حياة هؤلاء المدنيين بالدرجة الأولى ونخرجهم من هذه المناطق سالمين. أما موضوع إعادة النازحين، نحن ذهبنا وتحدثنا مع السيد رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، كان لهم دور وأيضا ساعدونا وتحدثوا، ولكن إلى الآن الحكومة الهم الأكبر تصبه على يعني على التقدم وتحرير مناطق أكثر، وهذا هو نعم هذا هو المهم، أن نطرد داعش من أرض العراق، ولكن إعادة النازحين أيضا هذا موضوع مهم، وهذا موضوع سيساهم في حتى تقليل الجهد عندما يعود النازحون إلى مناطقهم. وقدمنا أسماء لغرض التطويع ضمن الحشد الشعبي. هؤلاء عندما يعودون ويمسكوا الأرض، الجيش ليس بحاجة أن يترك هذا العدد الهائل خلفه لغرض مسك الأرض، وحتى لا تعود عصابات داعش وتحتل هذه المناطق مرة أخرى. نحن نعمل ما نستطيع بموجب القانون وبما يتيح لنا القانون من صلاحيات كمجلس محافظة. أما القرارات الرئيسية أنا ذكرت لك ما يخص القرارات العسكرية والخطط، هذا موضوع مناط بالسيد القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقادة العسكريين. نحن ليس لنا دور في القانون، لا يخولنا أن يكون لنا دور في الموضوع العسكري. أما موضوع إعادة النازحين، أنا أطالب من خلالكم، نعم إلى الآن هناك نواحي حررت، ناحية يثرب، ناحية الضلوعية، ناحية الإسحاقي، ناحية المعتصم، إلى الآن أهلها لم يعودوا لها. وأنا أتساءل لما السبب، يعني ما هو السبب في عدم إعادة هؤلاء إلى مناطقهم؟ لمن نقلتم هذا التساؤل سيد أحمد؟ وأكرر مناشدتي لدولة رئيس الوزراء السيد القائد العام للقوات المسلحة أن يولي هذا الموضوع أهمية، وأن نضع آلية وخارطة طريق لغرض إعادة هؤلاء النازحين. طيب لمن نقلتم هذا التساؤل؟ يعني أنت تتساءل فقط عبر وسائل الإعلام أم نقلتموه فعليا؟ نعم نعم، نقلناه فعليا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السادة النواب وإلى الوزراء الذين هم ممثلين عن محافظة صلاح الدين في مجلس الوزراء وإلى كل من نعرفه، ولكن إلى الآن لم يتم وضع خارطة طريق نعرف بها متى يعود. وأكرر أن القرار العسكري بإعادة النازحين ليس بيد مجلس المحافظة، القرار هو بيد الحكومة المركزية، هي صاحبة القرار العسكري وليس نحن، ولذلك نحن لا نستطيع إلا أن نطالب ونطرق الأبواب لغرض إعادة أهلنا النازحين. القرار ولو كان القرار بيدنا، نحن نعرف من كان بداعش، أي مواطن من أبناء محافظة صلاح الدين كان بداعش، أنا أجزم لك أنه ليس له مكان في العودة إلى محافظة صلاح الدين، لن نقبله بتاتا. وجميع الخلايا النائمة التي كانت موجودة قبل 10/6 ظهرت بعد 10/6 وعرفت للقاصي والداني. أي واحد كان بداعش نحن لا نريده أن يعود مطلقا، ولن نسمح له بالعودة إلى محافظة صلاح الدين أبدا، لأنه ما جرى في محافظة صلاح الدين من تدمير للبنى التحتية ولممتلكات المواطنين
وتهجير الناس، هذا كله بسبب هؤلاء المجرمين الدواعش الذين هم يحلمون بعادة عقارب الساعة إلى الوراء. نحن لا نقبل بعودتهم، ولكن هؤلاء يشكلون يعني ربما أقل من 1%. هناك المواطنين المتبقين الذين هم ليس لهم علاقة بداعش، والذين هم على الأغلب نساء وأطفال، ما ذنبهم؟ بيوتهم موجودة وهم مهجرون. لا. قسم منهم يعيش في مدارس، وقسم منهم يعيش في هياكل، وقسم منهم يعيش في خيم، وقسم منهم يعيش في العراء. لا نعرف ما هو السبب. أي واحد كان بداعش وموجود اسمه لدى الأجهزة الأمنية لا نريده أن يعود، ولكن الذي ليس عليه مؤشر يجب، هذا مواطن عراقي يجب أن يعود وأن تضع آلية لغرض إعادة هؤلاء النازحين. إلى الآن لم يتم وضع هذه الآلية للأسف. نعم سيد أحمد ناظم عضو مجلس محافظة صلاح الدين، شكرا لك على هذا التوضيح. اتهم محافظ كركوك نجم الدين كريم وزارات الحكومة المركزية بأنها تتعامل مع المحافظة وكأنها محتلة من قبل تنظيم داعش، حالها حال الموصل وتكريت. كريم قال في تصريح للشرقية نيوز إن هناك تعمدا كبيرا في إساءة التعامل مع كركوك، وإنه لن يسمح لهذه الوزارات بأن تتجاوز على صلاحيات المحافظة وتتخذ إجراءات وقرارات دون علم إدارة كركوك، خاصة ما يتعلق بقرارات تغيير المدراء العامين ونقلهم. كل الوزارات، يعني أنا ما أستثني وزارة، إحنا ما مستلمين أي مساعدة، فقط اللي نستلمه من الوزارات بعض الوزارات أنه تغيير مدراء الدوائر بدون علمنا، وهذا شيء سوف لن نقبله، وأقولها بكل صراحة لإخوان الوزراء، هذا ليس تقليل من أهمية الوزير أو عدم الاحترام، ولكن هذا قانون موجود في قانون المحافظات ويجب الالتزام به. عندما يأتي كتاب من وزير بأننا لا نلتزم بقانون المعدل في مجلس النواب بالنسبة لقانون المحافظات، فأنا في رأيي أن هذا الوزير قد قسمه عندما تولى المهمة وليس كان صادقا عندما أخذ القسم. هل هناك تعمد على كركوك من بعض الوزارات؟ هل هناك يعني تعمد على محاربة إدارة محافظة كركوك من بعض الوزارات في بغداد؟ نعم. نقدر نشخص الوزارات لو اكو يعني؟ لا ما نقدر نشخص، لكنه التصرفات يبين هالشيء، ومو بس هذا، يعني فترات يعني لأشهر عديدة، وإلى الآن بعض الوزارات تعتبر وتحسب كركوك كأنها الموصل أو تكريت أو المناطق المحتلة من قبل داعش. ودعا محافظ كركوك رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير المالية هشام زباري إلى صرف مستحقات المحافظة من الموازنة والبلغة 900 مليار دينار، وقال إن كركوك لم تتسلم أي تمويل من الحكومة الاتحادية حتى بعد أن تم تمرير الموازنة. الرسالة آن الأوان يا سيادة رئيس مجلس الوزراء، يا سيادة وزير المالية، بأن تنظروا إلى كركوك. كركوك محافظتنا لم تستلم أي تمويل من الحكومة الاتحادية منذ الشهر 9، والآن الموازنة مرت، وقد اتصلنا بكم جميعا والتمسنا منكم أن تساعدوا محافظتنا. هناك مشاريع عديدة مستمرة قد توقفت، سلف كثيرة لمقاولينا الذين نشكرهم على استمرارهم في العمل بغض النظر عن أنهم لم يستلموا أي سلفة خلال 5 إلى 6 أشهر، فآن الأوان أن يساعدونا. في كركوك حوالي 400,000 نازح، ولكن لم نرى مساعدة تذكر من أجل إيوائهم ومساعدتهم. وكل الكثير من الكنوز التراثية اللي موجودة في بابل سرقت، وأمام أعين الكثيرين من المسؤولين والقائمين على هذه المدينة. لكن المشكلة، إحنا مشكلة الصمت عندنا، أن نصمت على خراب بلدنا، أن نصمت على تاريخنا. تصاعدت على نحو خطير حملة اغتيالات منظمة تستهدف شباب أقضية ونواحي محافظة البصرة الجنوبية من قبل ميليشيات إجرامية، بعد اغتيال 3 أشخاص خلال 2 أيام كان آخرها في قضاء أبي الخصيب. وقالت مصادر محلية ووجهاء في المدينة إن عناصر مسلحة إجرامية اغتالت مساء أمس الشاب مروان ماجد الشاوي قرب منزله في حي كوت الصالحي بمنطقة حمدان التابعة لقضاء أبي الخصيب،
ويأتي الحادث بعد يومين من اغتيال شخصين هما خالد السبيعي والمعروف بالملا أبو عدنان في منطقة نهر خوز وأمجد عاشور في منطقة العميرية التابعة لأبي الخصيب أيضا. هذا وشهدت مدينة سامراء أيضا حملة اغتيالات منظمة شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين ترافقت مع المعارك العنيفة الدائرة على مشارف تكريت مركز المحافظة. وأعثرت السلطات الأمنية الأربعاء على جثة الشاب عمار خليل البشير قرب المقبرة الجديدة بأطراف سامراء الجنوبية، وهو أحد أهالي سامراء بعد يوم من اختطافه. وهذه هي الحالة الثالثة التي تحدث بالمدينة، فقد سبقها اغتيال شاب وإصابة آخر بنفس المكان. وفي ليلة الثلاثاء اغتيل صاحب محل بحي المعلمين وآخر في حي الجبورية الثانية، وفرض على إثرها حظر للتجوال من 9 مساء وحتى 6 صباحا. من جانب آخر يشكو أهالي سمرة من غياب المظاهر الحكومية عن مدينتهم بشكل كامل وانتشار دوريات الحشد بدلا من الشرطة والجيش. وذكر مواطنون أن غياب مظاهر الدولة عن المدينة وفي ظروف الحركات العسكرية أوجد قلقا كبيرا بين المواطنين الذين طالبوا بعودة دوريات الشرطة والجيش إلى مدينتهم لما توفره من اطمئنان بين الأهالي. وفي قضاء الدجيل الجنوبي صلاح الدين قتل 5 من عناصر الحشد وأصيب 11 آخرون باشتباكات واسعة مع مسلحي التنظيم بحسب مصادر أمنية في القضاء. وذكرت المصادر أن مسلحي التنظيم هاجموا منطقة مقالع الكسارات في سيد غريب شمالي الدجيل، واشتبكوا مع مقاتلي الحشد في معركة استمرت 4 ساعات قبل انسحابهم من دون معرفة الخسائر الناجمة في صفوفهم. في شان آخر، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أنه لا ينبغي لدولة تنشد الديمقراطية الحقيقية وإنها دولة المؤسسات مثل العراق أن يعامل فيها السجين بعيدا عن قيم الإنسانية. الجبوري أكد خلال لقائه وزير العدل العراقي حيدر الزاملي ضرورة بذل مزيد من الجهد في إنجاز معاملات الأبرياء ومن أنهوا محكوميتهم، وأن لا يكون الروتين الإداري سببا في استمرار معاناتهم. كما استمع الجبوري بحسب بيان لرئاسة البرلمان إلى شرح مفصل من الوزير حول الأوضاع الإنسانية والخروقات التي يتعرض لها النزلاء في السجون، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية المستمرة لهذا الملف من قبل الوزير. نبقى في إطار المواقف السياسية، حيث قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن المصالحة تكون مع الذين اشتبهوا في الانتماء إلى حزب البعث ثم تراجعوا، ولن تكون مع من اصطفى مع تنظيم داعش. العبادي أكد في كلمة له اليوم أن الكثير من القيادات العسكرية التي استشهدت وتقاتل اليوم في صلاح الدين وغيرها من المناطق كانوا في السابق من البعثيين، ولكنهم أجبروا على الانتماء، وبعد عام 2003 ساروا مع التيار الجديد، وهؤلاء لا مشكلة معهم. أما من وصفهم بمرتكبي الجرائم فهؤلاء لا عودة لهم اليوم أو غدا. نحن نفرق جيدا بين أولئك الذين انتموا إلى حزب البعث في السابق، أكرهوا، طمعوا لأي سبب من الأسباب ولم يشاركوا في جرائم ضد الشعب العراقي، وبعد 2003 بعد انقلاب الموازين سار مع التيار الجديد وأعطى وقدم. وأنا لا أخفي عليكم أنه كثير من القيادات العسكرية اليوم ضحت وقاتلت واستشهدت في حتى اليوم في صلاح الدين، الذين كانوا بعثيين سابقا قبل 2003 ولكنهم كانوا مجبورين ومكرهين على الانتماء إلى البعث، وقدموا وساهموا في بناء هذا البلد في مواقع متعددة. نحن لا نقصد هؤلاء، هؤلاء انتهوا، ليسوا بعثيين، انتهى علاقتهم بالبعث، ربما يتحملون في فترة سابقة وزر انتمائهم للبعث، ولكنهم لم يجرموا بحق العراقيين ولم يعتدوا على الأموال العامة، فلهم دور في العراق وفعلا لهم دور اليوم في كل مكان. أما البعث الصدامي الذي لا زال مستمراً في تنظيمه، الذي صفق واصطف مع داعش في احتلالها لنينوى، وصفق واصطف لحد اليوم مع داعش في تكريت، والذين حاولوا أن يعقدوا الاجتماعات السرية في بغداد أثناء الاجتياح الداعش البغيض في بغداد ونعلم بهم وفي المحافظات الجنوبية من أجل التآمر على الوطن وخيانة الوطن، هؤلاء لا مكان لهم في العراق لا اليوم ولا غد. نعم
نتصالح مع أولئك الذين أخطأوا واجتهدوا واشتبهوا ثم تراجعوا. أما أولئك الذين يصرون على الخطأ والخطيئة ويستمرون على نفس النهج، لا يمكن أن تكون هناك لا مصالحة معهم، مصالحة مع الشر، مصالحة مع الجريمة لا تكون. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العفو يشمل المعتقلين والمعتقلات الذين مضت فترات طويلة على اعتقالهم أو من ارتكب جرائم يمكن العفو عنها، أما من ساهمت أو طوعت النساء للقتال فلا عفو عنها. أعلن مرة أخرى أننا نعمل بكل جد وإخلاص كما أعلنت في مجلس النواب على إطلاق سراح النساء المعتقلات، ولكن أيضا الرجال المعتقلين الذين مضى فترة طويلة على اعتقالهم أو الذين ربما ليست هناك أدلة قوية على إدانتهم أو ربما الجرائم التي اتهموا بها جرائم يمكن العفو عنها. أما أولئك النساء اللاتي ساهمن في قتل النساء والأطفال والرجال، اللائي ساهمن في تطويع الانتحاريات، هؤلاء العفو عنهن إساءة للمرأة وإساءة للمجتمع، ولا يمكن أن نقبل بأي دعوة تدعو إلى الإساءة للمرأة والإساءة للمجتمع، ولا يمكن أن نعفو على مثل هؤلاء، لأن هذا ليس من حقنا، هذا ليس من اختصاصنا، لم يعطينا أحد الحق للتنازل عن حقوق الأبرياء وحقوق أولئك الذين ضحوا. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. ونبقى في النشاط الوزاري، حيث رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ترشيحا من إحدى الكتل السياسية لتعيين موظف مغمور رئيسا لهيئة الاتصالات لهزالة المرشح ووجود صفقة فساد مبيتة خلف الترشيح. وقال مصدر مطلع إنه تم الكشف عن صفقة الفساد المبيتة في ترشيح شخص لهيئة الاتصالات جاء بعد اكتشاف أن الكتلة التي رشحته قامت بذلك دون علم الائتلاف الذي يضمها مع كتل أخرى. مصادر ذكرت أن العبادي اكتشف الصفقة وسخر من خلال محاولة ترشيح شخص يدعي علاقته به عبر تعيينه عضوا في هيئة الأمناء ثم تكليفه برئاسة الهيئة. في موضوع آخر، حافظت العاصمة العراقية بغداد على لقب أسوأ مدينة للعيش في العالم، في حين احتفظت فيينا بلقب أفضل المدن معيشة للعام السادس على التوالي بحسب مقياس شركة ميرسر الاستشارية. المزيد في هذا التقرير. مدينة السلام، دار السلام، مدينة المنصور، الخلفاء أو المدينة المدورة، كلها مسميات للعاصمة العراقية بغداد. فرغم تاريخها المعمق بالحضارة والازدهار، إلا أن مؤشر شركة ميرسر الاستشارية عاد واختارها كأسوأ مدن العالم للمعيشة في الوقت الذي تصدرت فيه العاصمة النمساوية فيينا القائمة باعتبارها الأفضل. شركة ميرسر رأت أن بغداد التي تشهد اضطرابات أمنية وضعف الخدمات والنشاطات الثقافية وصعوبة التنقل بين أحيائها استحقت هذا اللقب. وتعد المدينة المركز الاقتصادي والإداري والتعليمي في الدولة، رغم أنها أصغر محافظات العراق مساحة، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى بين محافظات البلاد من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عددهم أكثر من 7 ملايين نسمة، ما يجعلها أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة. والله قاعده هنا حالي تشرب، حالي تشرب ارحم من قعدتي. قاعده زين، تعال شوف وضعي وبابا خلي عينا بس زين، لو الكاميرا خلي يصورها. والله يعينا بس يعني غرفتنا برج ما دجاج، يعني على هالحقينا شدوا احسن من عندنا القاعده، احسن من عندنا والله. مو وضعي هاي، خلينا نشوف نجرها نشوف وجه الله. والله عندي مرض بس هنا صوبوا الارهابيين باب المحكمه زين، هاي كلها اكثر هنا مضررين، كلها تعبانه، كلها معوقين، يعني طلعوا بيت بيت وشوفوا اوضاعهم. والله يعني تشرب ارحم من حالنا قاعد. بغداد بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 145 هجري في القرن الثامن، واتخذها عاصمة للدولة العباسية، فكانت أهم مراكز العلم على تنوعه في العالم وملتقى للعلماء والدارسين لقرون عدة من الزمن.
كما امتازت بأهميتها الثقافية التي تتمثل بوجود عدد كبير من الصروح المهمة كالمتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح، واشتهرت بآثارها الإسلامية التي تتمثل ببقايا أسوار مدينة بغداد ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية، حيث إن الحراك الثقافي بدأ يبرز المدينة كواحدة من أكثر العواصم العربية تأثيرا في الثقافة والفنون. وشهدت البنى التحتية في بغداد أسوة بباقي مدن وقرى البلاد، واقعا سيئا بسبب الحروب والحصار والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إضافة إلى الإدارة السيئة للموارد. والدائرة ما يدور الحبنتية، كل من يحط بجيبه وإحنا ضالين بالزباين، الله ما يرضى. وين نطوج هنا؟ وين يردونا نجرم، يردونا نسلب، يردونا نقتل؟ ويتساءل الباحثون، هل تستحق بغداد فعلا هذا اللقب بعد أن مرت عليها حضارات عديدة وهي عاصمة لدولة نفطية، مستغربين هذا الإهمال الذي ساعد على ترسيخ هذه الصورة عن بغداد بأنها أسوأ مدينة في العالم. شوفون بعينكم هاي الصيدلية فاضلة، ما فيها أي علاج يعني يوفي للمواطنين، ها فانقذونا يا أخوان، انقذونا الله يخليكم يحفظكم الله يا أخوان. إحنا يعني لما نشكي؟ إذا ما نشكي لكم ها ونداعي الحكومة المركزية والمحلية لإنقاذ هذه المدينة. ميدانيا تحديدا في محافظة الأنبار دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش العراقي ومقاتلي العشائر من جهة وتنظيم ما يعرف بداعش من جهة أخرى في منطقة الحوز وسط مدينة الرمادي. مصادر أمنية قالت أن مواجهات اندلعت في المنطقة التي تعد معقل التنظيم وتبعد عن المجمع الحكومي كيلومترا واحدا فقط، واستخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كافة، مشيرين إلى تقدم القوات الأمنية. وفي ناحية البغدادي شن التنظيم هجوما كبيرا على منطقة جبة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في محاولة منه لاستعادتها بعد سيطرة القوات الأمنية عليها، إلا أن القوات الأمنية وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل 8 عناصر بينهم انتحاريان 2 يرتدون أحزمة ناسفة. قامت القوات الأمنية لقيادة شرطة الأنبار وبإسناد من قوات الرد وكذلك أبناء العشائر الغيارة بالتقدم على منطقة المحاذية إلى شارع المعارض باتجاه مقبرة البعلي سليمان، وقد تم أخذ كمائن جديدة وقتل ما يقارب 11 من جرذان داعش. كلهم مدنيين، كلهم مدنيين ابناء عشائر، كلهم ذول اللي تشوفوهم كلهم ابناء عشائر. بدنا نوصي حتى المنتسبين كذا انه حفاظا على هاي الاغراض، يعني حتى اللي قال بس هي الاغراض ما لاحظت هي منتهيه، يعني هم كان هناك جدران داعش. لا بالله من فوق احسن، حتى التفتيش مو فخش البيوت، يعني على مود هذا الحفاظ نضحي بالشباب ليفككون ويجاسفون في سبيل البيوت، بيوت هاي الناس. في غضون ذلك كرر أهالي قضاء حديثة وبروانة غربي الأنبار مناشداتهم إلى الحكومتين المركزية والمحلية من أجل التدخل العاجل وأرسال المساعدات الغذائية والأدوية لهم، وحذر الأهالي عبر الشرقية نيوز من أن كارثة إنسانية تحيق بهم في ظل الحصار الخانق المفروض عليهم والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ما فيها وما يحتاج المواطنين ونبثها إلى العالم أجمع، نبثها إلى المرجعية المحترمة إلى كل أنحاء العالم ليروا ما يجري من الحصار على هذا القضاء وهذه الناحية وسلامتها. انقذونا، شوفون بعينكم هاي الصيدلية فاضلة، ما بها أي علاج يعني يوفي للمواطنين، ها فانقذونا يا أخوان، انقذونا الله يخليكم يحفظكم الله يا أخوان. إحنا يعني لما نشكي؟ إذا ما نشكي لكم ها ونداعي الحكومة المركزية والمحلية لإنقاذ هذه المدينة. في موضوع آخر، أخفقت لجان التحقيق التي شكلتها السلطات العراقية على مدى الأشهر السابقة في كشف الجهات المتورطة في سرقة أكثر من 30 قطعة أثرية من محتويات متحف نبوخذنصر في مدينة بابل الأثرية،
أثريون ومثقفون في بابل شككوا في نتائج التحقيقات التي أعلنتها تلك اللجان، ووصفوا عملية سرقة المتحف الأثري في بابل بأنه جريمة إهمال لكنز يمثل الحضارة الإنسانية. فاضل الهلالي والتفاصيل من بابل الأثرية. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. إنها بابل التي تعد من أقدم الأماكن الأثرية على الأرض، حتى أغنت متاحف العالم بآثارها المهمة، لكن ما بقي على أرضها نهب وسرق. فقبل سنتين تعرض متحفها لسرقة لم تزل غامضة إلى اليوم. سرقات في سنة 94 أعتقد 1994، والأخرى في 2013 كانت هو كسر باب متحف نبخذ نصر، وأعتقد هو من الواجبات الرئيسة لشرطة الآثار، حماية الآثار والمواقع الأثرية، هو حماية المواقع الأثرية والمتاحف والممتلكات حماية مباشرة. الشرقية نيوز وكعادتها من كشف ما يتستر عليه خاضت جولة بين مسؤولي بابل الذين أكدوا أن الموضوع قيد التحقيق، لكن مثقفين في المحافظة يشككون بصحة ما يصدر من تصريحات طالما أطلقت بهذا الخصوص في وقت سابق. وأيضا هنالك آثار ولجنة مشكلة سابقا من مجلس محافظة السابق، ومجلس محافظة حقيقة سوف يعيد التحقيق بهذه اللجنة، وإن شاء الله يظهر النتائج ويبحث حقيقة بموضوع السرقة والآثار المسروقة. أنا لا أريد أستعجل وأتهم جهة ما سياسية أو غير سياسية، لذلك بعد إجراء التحقيق ومن ثم سوف نعلن الحقيقة ولقناتكم. الكثير من الكنوز التراثية اللي موجودة في بابل سرقت، وأمام أعين الكثيرين من المسؤولين والقائمين على هذه المدينة، لكن المشكلة إحنا مشكلة الصمت عندنا، أن نصمت على خراب بلدنا، أن نصمت على تاريخنا. بعض المختصين بالآثار وجدوا أن ما تتعرض له بابل من إهمال لم يقتصر على السرقة فحسب، بل هناك مخاطر جسيمة باتت تهدد بزوال هذه المدينة، في إشارة إلى المياه الجوفية التي أخذت تتسلق جدرانها بشكل يحتاج إلى دعم دولي. لا نستطيع النزول إلى الطبقات الدنيا التحتية بسبب ارتفاع المياه الجوفية. بابل تحتاج إلى عملية رؤية إنسانية حضارية، ليست من قبل الحكومة المحلية وإنما أيضا من الحكومة المركزية، وهي تراث إنساني عالمي ليس للعراقيين وإنما للعالم أجمع. سرقة المتحف البابلي وإن كانت الأولى بعد عام 2013، لكنها وكما يبدو أفرغت بابل من بقايا آثارها التي سرقت أيضا في 94 من القرن المنصرم. قناة الشرقية نيوز، فاضل الهلالي، محافظة بابل. صوت مجلس محافظة بقار على اختيار العضو عن كتلة الأحرار حميد الغزي رئيسا لمجلس المحافظة خلفا لحميد المشرفاوي الذي أقيل من منصبه وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ. وحدد مجلس المحافظة يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة للتصويت على اختيار مرشح لمنصب المحافظ، بعد أن شكل لجنة مكونة من 5 أعضاء لدراسة السير الذاتية للمرشحين. في هذه الأثناء أكد عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي عن تحالف المستقبل أن مرشح التحالف الوحيد لشغل منصب المحافظ هو حسن الوائلي عن حزب الدعوة. اختيار رئيس مجلس بعد شهور هذا الموقع لأكثر من 15 يوم، كما أيضا تم فتح باب الترشيح لانتخاب محافظ لمحافظة ذي قار بعد إقالة محافظه السابق، وحدد يوم الاثنين القادم يوم 9/3
موعدا لانتخاب محافظ لمحافظة اليقار لأجل الاستفادة من المدد القانونية وقصر عمر الحكومة خلال هذه الفترة، وأن موقع المحافظ يحتاج إلى توقيتات ومدد أيضا، علما أنه يتطلب إصدار مرسوم جمهوري من قبل الحكومة المركزية من رئاسة الجمهورية، وكذلك قام الدعوة الآن أمام محكمة القضاء الإداري من المحافظ السابق. فلأجل الاستفادة من الوقت سيفتح باب الترشيح يوم الاثنين للتصويت على محافظ لمحافظة اليقار. أعتقد بين كل كتلنا السياسية التي دخلت ضمن تحالف مستقبل اليقار هي سائرة وجادة بإعادة النظر بالحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي، التنفيذي على مستوى المواقع الرئيسية والتشريعي على مستوى اللجان والنظام الداخلي وبعض الإخفاقات التي حصلت خلال الفترة السابقة. أرحب بضيف حصادنا السيد حميد الغزي رئيس مجلس محافظة اليقار. سيد حميد أهلا بك معنا. حياكم الله، السلام عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الموقع. وعليكم السلام. حصلتم سيد حميد على أصوات الحاضرين البالغ عددها 23 عضوا وبغياب أعضاء دولة القانون، هذا ربما يقرأ أنه بعض التكهن حول عدم القبول باسم يعني حميد الغزي كرئيس لمجلس المحافظة. ما الذي جرى اليوم في هذه الجلسة؟ ما أبرز ما تطرقتم إليه؟ ضعنا في كل ما جرى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تم حضور كل الكتل المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون، ليس هناك غياب لأي كتلة من الكتل المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون. والكتل المشكلة الرئيسية لائتلاف دولة القانون هو حزب الدعوة المركزي وحزب الدعوة تنظيم العراق والأخوة في حزب صغير الإسلام، وأيضا حزب الله، حركة حزب الله، والأخوة في منظمة بدر وتيار الإصلاح الجعفري. وكل هذه الكتل الخمسة هي حضرت هذا اليوم وصوتت على انتخاب رئيس المجلس. وكان هناك غياب لبعض الكتل، يعني الأخوة في منظمة بدر حضر اثنان من أعضاء منظمة بدر، وغاب شخص واحد كان لديه التزام وقدم طلب إجازة رسمية. وكان إجماع كل الكتل السياسية داخل مجلس محافظة اليقار على انتخاب رئيس المجلس، وهذا يحصل لأول مرة في محافظة اليقار. في الدورة السابقة تم التصويت على رئيس المجلس من قبل 19 عضو، وأيضا في الدورة الحالية الرئيس الأول الأخ الأستاذ هلال السهلاني تم التصويت عليه من قبل 17 عضو فقط، وأيضا الأستاذ يحيى المشرفاوي تم التصويت عليه من قبل 16 عضوا. أما هذا اليوم حصل هو إجماع كل أخواننا الحاضرين الكتل السياسية والأعضاء الحاضرين بالإجماع بالتصويت على رئيس المجلس، وهذا ما تم الاستفادة من التجربة السابقة بالإجماع على ضرورة التعاون والتكاتف فيما بين الكتل السياسية والأعضاء في داخل مجلس المحافظة للنهوض بالأعضاء وأيضا تقديم الخدمة للمواطنين. طيب سيد حميد، أنت اليوم كنت مرشحا وحيدا لمنصب رئيس مجلس محافظة اليقار، أم كان لك منافسون خلال هذه الجلسة؟ نعم، فتح باب الترشيح هذا اليوم عند تم افتتاح الجلسة، وتم فتح باب الترشيح أمام السادة الأعضاء. فلم يرشح أحد الأعضاء، أي عضو من الأعضاء الجالسين، فقط كنت المرشح الوحيد في مجلس المحافظة، وهذا ما تم الاتفاق عليه قبل انعقاد الجلسة ما بين الكتل السياسية على ضرورة أن نختار رئيس مجلس يتم التوافق عليه من كل الكتل كي يستطيع أن يتم التنسيق بينه وبين الأعضاء ولديه خبرة ولديه كفاءة لإدارة مجلس المحافظة. فكنت المرشح الوحيد في هذا اليوم في هذه الجلسة. طيب سيد حميد، كيف ستتعاملون على أو ستعملون على تقوية الدور الرقابي والتشريعي، كون أن الاتهامات التي وجهت للذي سبقكم هو هدر المال العام وهنالك فساد إداري ومالي؟ نعم أكيد، يعني أبناء محافظة اليقار يعلمون جيدا بأن مجلس المحافظة خلال السنتين الماضيتين كان معطل تماما دوره الرقابي ودوره التشريعي بسبب عدم وجود أغلبية مطلقة مريحة تستطيع إدارة الجلسات واتخاذ القرارات، وأيضا محاسبة الدوائر أو مدراء الدوائر المفسدين
والمتلكيين والضعفاء، وهذا كله يحتاج إلى تحقق أغلبية مطلقة لدى الحكومة التي شكلت في الفترة السابقة. أما الآن انضواء كل الكتل السياسية داخل تحالف وضمن تحالف مستقبل ليقار أكيد سيكون عامل قوة لها وانطلاق اتجاه محاسبة المفسدين والمقصرين والمتلكين، وعلى كل المستويات، سواء كان ليس فقط نقصر السلطة التنفيذية، أيضا في داخل البنية، بنية مجلس المحافظة، بعض اللجان في داخل مجلس المحافظة تم إيكالها إلى من غير ذوي الاختصاص، وأيضا بعض اللجان هي غير فعالة التي تشرف على بعض القطاعات. هذا ما تم تبانت الكتل السياسية عليه داخل تحالف مستقبل ديقار بضرورة إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس ولجان المجلس. طيب. بالتالي سيكون التغيير والرقابة على تنطلق من داخل مجلس المحافظة ومن ثم على السلطة التنفيذية والدوائر التابعة وتحت إشراف ورقابة مجلس المحافظة. طيب سيد حميد، ذكرت بأن التوافقات السياسية حصلت قبل جلسة ترشيحك لمنصب رئيس مجلس محافظة ذي قار، هل نفس الأمر ينطبق على منصب المحافظ؟ هل هناك توافق حول شخص معين تم ترشيحه لهذا المنصب؟ نعم، تنفتح باب الترشيح هذا اليوم أمام كل أبناء محافظة ذي قار مما يجد نفس الكفاءة في نفسه للترشح لهذا المنصب. لا أخفي أنه تم الاتفاق داخل تحالف مستقبل ذي قار وهو المشكل لأغلبية الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة على اختيار مرشح، وهذا ليس بشيء سلبي بل هو إيجابي. ليس المهم أن نغير، المهم أن نتفق على البديل الناجح. فتم الاتفاق على ترشيح الأخ حسن الوائلي كمرشح لتحالف مستقبل ذي قار، والباب مفتوح أمام كل من يرغب للترشح لهذا المنصب. نعم السيد حميد الغزي رئيس مجلس محافظة ذي قار جديد، شكرا جزيلا لك. قال أحد مؤسسي جبهة الحوار الوطني فخر الخيسي إن محاولات أمريكية تركية جرت في عام 2004 لإدخال عدد من الفصائل السنية للعملية السياسية، بينها مجلس الحوار الوطني وهيئة علماء المسلمين وجماعات أخرى. وقال الخيسي لبرنامج طبعة محدودة الذي يقدمه الصحفي عامر إبراهيم، قال إن النائب الحالي حمد المطلق حضر اجتماعات سرية في اسطنبول مع الممثل الأمريكي روبرت فورد بشكل سري، ممثلا عن نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلق، فضلا عن ممثلي الهيئة الذين أرادوا تأجيل انتخابات 2005 حتى شهر شباط، لكن الرئيس الأمريكي جورج بوش رفض أي تأجيل. قال أني سئلت، أنت من جيت بالأردن أنا أعرف تحركاتك، سئلنا عن طريق تركيا الرئيس التركي عبد الله جول وداود أوغلو كان وزير خارجية، أرادوا هيئة علماء المسلمين يدخلون، فدزت بشار واجتمع في اسطنبول بشار الفيضي مع حامد المطلق. يعني حامد المطلق أنا أعتب علي لحد الآن ما واجهته، علاقتي طيبة لا زالت وياه وأزوره كل ما أنزل لبغداد، بس لحد الآن أنا ما قايل على هذا الخبر، لأن أنا قلت له منو اللي اجتمع معه؟ وروبرت فورد طبعا أنا استغربت، طبعا روبرت فورد هو اللي أقام المفاوضات ويانا، تلاحظ شلون في مجلس الحوار. طيب. وكان هو المنسق بيننا وبين زلماي. هو قام نتفاجأ أنه روبرت فورد اتخذ مجموعة أخرى، أنه صالح المطلق دز حامد المطلق بمكانه، وعدنان الدليمي موجود، وبشار الفيضي على هيئة علماء المسلمين يقيمون ها حوار من أجل إدخال السنة ها في، شوف أمريكا تلعب على عدة خطوط بالخفاء، وهذه من الأسرار. هذه حدثت بالشهر العاشر والدعش من 2005، وتتذكر أنت سمعت بالأخبار بقتها أنه هيئة علماء المسلمين أرادت تأجيل الانتخابات إلى شباط، يعني هم اتفقوا على كل الأمور لكن بشرط، على شنو؟ انه تتاجل الانتخابات، كان شرط هيئه علماء المسلمين تتاجل بالشهر الثاني عم تعطي فرصه النفسه باختيار الشخصيات. لو حاصل هذا الاتفاق ما تكون هنالك قيمه او موقع علما، مو هم ضدي بس، ما راح تكون فد موقع او قرار لمحمود وعبد الناصر وخليل جدوع ورافع العاني وقصي ابو السعد وغيره اللي كانوا مؤسسين. اذا كان بديل موجود. هم حاولوا الامريكان بالسر، وإلما استقطبوا من عندنا صالح المطلق وحامد المطلق اللي أنا تفاجأت كانوا
يعني صالح داس حامد المطلق وعدنان الدليم اللي يمثل الحزب الإسلامي وهيئة علماء المسلمين من قبلها بشار، وهذا الرجل وياهم كان وبحضور رئيس جمهورية تركيا وروبرت فورد وداود أوغلو، على أساس أنه بس توقفوا بمسألة رفضت أمريكا، بوش مو أمريكا، بوش رفض أما أنه يصير موعده أو لا. وحول المعارك التي جرت في العراق وخصوصا في مدينة الفلوجة وبداية دخول المسلحين الأجانب والعرب إلى المدينة، قال القيسي إن الحركة السلفية وقيادات المسلحين كانت تجتمع في منزل شقيق وزير التخطيط الحالي سلمان الجميلي، وأنه حضر الاجتماع الأول الذي ضم قيادات تونسية وسورية. بدت عناصر تدخل باسم المجاهدين العرب، وأنا كان عندي لقاء مع مجموعتنا السلفية يعني في بيت أحد الأشخاص اللي هو كان مسؤول عن السلفية، هو أخو سلمان الجميلي اللي عضو مجلس النواب شقيقة يعني، هو من عندنا سلفي، وكنا احنا بعد ما استشهد الشيخ عبد الجبار خلينا هو مسؤول عن السلفية في بيته الحسام، فبيته احنا صار اللقاء، تفاجأت اكو اثنين، واحد سعودي وواحد تونسي موجودين، فأني أخذتهم يعني الحسام والآخرين، أنتم ما قلتوا لي على هاي المسألة الاجتماع، احنا كنا قررنا يكون يعني عراقي بحت، كنا من الأول حذرين يعني، لكن احنا لاحظنا أنه الاختراقات كثيرة، وأيضا مثل ما قلت أنت كنا نقول إذا يأتي يقاتل لا يأتي يقاتل قيادة، يعني القيادة تكون إله وهو يتحكم بأمر العراقيين، هم أولى بالأرض واعرف هم كانوا مصرين على القياده بالضبط، هم يعني هم قالوا لي انه فرضوا، انا ما سالت كيف يعني كان الوضع متشنج كيف دخلوا وفرضوا عليهم منو كان بتعرف الاسماء؟ لا ما والله نسيت الاسماء، فالرجل بدا يتكلم انا وقفته قلت له ايش تتكلم؟ يعني اقولها يعني من هسه، قلت له ابوي اسمه كذا وجده اسمه كذا وامي اسمها كذا وابوها كذا وجدها كذا، لكن انا ما اعرف امك وابوك، أنا ما عندي معلومات عنك، أنت منو أرسلك من جنسية، فأنت هو كان واحد سعودي واحد كان تونسي، فقلت له إحنا نرفض يعني أنتوا نعم جنود تجون تقاتلون بس تحت أمرتنا يعني بحسب توجيهاتنا، على مود نعرف يعني إحنا أعرف بالأرض وأعرف وما أريد اختراقات تصير، لأن أنا ما عندي معلومات، أنا لمن أسأل عنك؟ أما أنا إذا أريد يسألوني يروحون للغزالية منو فخري راح يقولون كذا وكذا وكذا، فهذا هو أنا زعلت وطلعت من الفلوجة بعد ما رجعت لها. نعود إلى الصفحة الأمنية، حيث قالت مصادر كردية أن مسلحي تنظيم داعش عاودوا الليلة الماضية شن هجوما على مواقع البشمركة في محور مخمور الكوير جنوب غربي أربيل، وذكرت أن الهجوم تركز على قرية جرالة وأن قوات البشمركة تصدت للمهاجمين وكبدتهم خسائر في الأرواح من دون حدوث خسائر في صفوف القوات الكردية، وكان هذا المحور هدفا لعدة هجمات للتنظيم خلال الأسبوعين الماضيين.